طبعا الحمد لله الفوز النهارده على العربي الكويتي في تجربه هي الاولى بشكل جدي، او يعني نقول هي التجربه الاولى بعد التجارب اللي احنا خدنا تجربه تطبيقيه وبعدين التجربه الوديه الاولى. طبعا انا بشكر اللعيبه وراضي جدا على ادائهم النهارده. اكيد في نواحي ايجابيه كثيره جدا جدا في المباراه النهارده، وبالذات يمكن الشوط الاولاني لعبنا بشكل خططي وبالشوط الثاني شكل خططي مختلف. اطمنت ان استوعاب المرحله اللي فاتت للشغل بنسبه مقبوله قوي، لكن طبعا لسه بدري قوي 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 في حاجات كتير، لكن انا راضي على بدايه التجربه كاول مباراه وديه قويه. الفوز برضه على نادي كبير العربي الكويتي، ففي ناحيه معنويه طبعا وناحيه نفسيه طبعا مهمه جدا النهارده للعيبه بجانب التطبيق الشغل، ان هم بيكتسبوا ثقه طبعا بالفوز النهارده في هذا المباراه. مظبوط طبعا، ويمكن الشوطين مختلفين في الناحيه الخططيه مختلفين خالص، وكان الهدف الشوط الاولاني الاطمئنان على اولا تقارب الخطوط وتطبيق اللعب في مناطق زون مختلفه. بنلعب في منطقة زون مختلفة طول الشوط الأولاني بنغيرها، لكن التطبيق وتقارب الخطوط وفي نفس الوقت التقارب بين اللعيبة والتقارب بين الخطوط أكيد في تجربة أولى راضي عليه بنسبة كبيرة جدا. الشوط الثاني مختلف في الطريقة الخططية، يمكن الضغط كان من قدام والشكل مختلف، ويعني كذا طريقة بتطبق في المباراة. كنت بتأكد إن اللعيبة حفظت الشغل بنسبة مقبولة، لسه طبعا مشوار طويل ولسه شغل كتير جدا، لكن بشكر اللعيبه والحمد لله على الفوز. الشغل يوم وصلنا اللعيبه وصلت المعسكر يوم 29، النهارده احنا بنتكلم يوم 11، بتتكلم على ما يقرب من 11 يوم بتلعب بتتمرن وبتلعب ثلاث مباريات، والمستوى البدني اللي احنا شفناه فرضين عنه الحمد لله بنسبه كبيره جدا. في برنامج احمد برجيبه ان شاء الله احنا المفروض هنغادر يوم 16 حسب الاتفاق مع مجلس الاداره، بنبحث عن مباراه ثانيه مفيده يوم 15، وبعدها نغادر يوم 16 ان شاء الله الى مدينه الصليف ان شاء الله.